طيب بسم الله نبدأ. طبعا نأخذ مراجعة سريعة على ما سبق. قلنا أن طبعا الفعل ثلاثة أقسام: الماضي والأمر والمضارع، وتحدثنا سابقا كذلك على قبل وبعد، وأنا لخصتها لكم في ملخص هنا مفيد، لخصتها لكم هنا أن هنا قبل وبعد إما أن يكون مضافين أو مقطوعين عن الإضافة، يعني لا يوجد مضاف إليه. هنا مضافين يعني النصب طبعا على الظرفية، يعني ظرف أو يجران بمن، لو سبق بمن. يعني مثلا أقول بعد صلاة الفجر، مثلا بعد صلاة الفجر. طيب هنا أو قبل الصلاة. طيب هنا نلاحظ قبل وبعد، نقول هنا ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتح، وممكن نقول ممكن أيضا نقول من قبل ومن بعد، يعني هنا من قبل أو بعد الصلاة، طبعا هنا مجروران بماذا؟ مجروران بمن. طيب هنا في هذه الحالة لو مضافين، نلاحظ المضاف إليه هنا الصلاة، المضاف إليه ماذا؟ الصلاة. ممكن أقول بعد صلاة الفجر أو بعد الصلاة. طيب هنا ممكن أن يحذف المضاف، يعني ليس موجودا، المضاف ليس ماذا؟ ليس موجودا، لكن ينوى ثبوت لفظه، يعني في نيتك أنه مقدر، المضاف إليه أنه ماذا؟ مقدر. يعني تقول مثلا من، مثلا تقول قبل وتقول ماذا؟ بعد. يعني وكذلك أيضا تقول مثلا من قبل أو بعد، ولكن هنا المضاف ليس موجود. يعني تقول صليت مثلا من قبل، مثلا من هنا المضاف ماذا؟ المضاف هو محذوف، لكنك في نيتك أنه موجود، هنا ينوى ثبوت ماذا؟ لفظي. طيب أما لو أنك لا تنوي ثبوت المضاف إليه، لا يوجد مضاف إليه، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد مضاف إليه، تقول ماذا؟ قبلا سأقابلك، قبلا أو بعدا، أو من قبل ومن مثلا بعد. طب إذا سأل سائل لماذا هنا نون ولماذا هنا لم ينون؟ الإعراب واحد، منصوب منصوب، يعني فيه منصوب منصوب، ولكن هنا أنت لا تنوي أو لا ينوى ثبوت المضاف إليه لفظا، لذلك التنوين موجود لأنك لم تنوي وجود المضاف إليه. أما لو تنوي وجود المضاف إليه فتحذف التنوين، تقول قبل وبعد أو من قبل ومن بعد. أما لو وضعت التنوين فأنت لا تنوي ماذا؟ المضاف إليه. وفي هنا وكذلك، يعني وهناك فرق، يعني لو أنك مثلا قلت قبل فقط، قبل معنى ذلك أنك في يوجد هنا نية مضاف إليه. أما لو قلت قبلا لا تنوي مضاف إليه، معنى ذلك أنا قلت سأقابلك قبلا أو بعدا، ليس في وقت محدد، إذن هنا معناه التنكير، يعني أنت لا تعرف متى ستقابله، تقول له سأقابلك قبلا أو بعدا. طيب أنت مثلا تريد أن تقول له أنك ستقابله بعد الصلاة، ممكن تحذف الصلاة وتقول سأقابلك بعد مثلا. طيب الحالة هنا بعد ذلك لا ينوى، هنا ينوى مع المعنى، لا ينوى اللفظ، يعني لا يوجد مضاف إليه لفظا أصلا، فقط في المعنى. فتقول هنا ماذا؟ قبل وبعد، قبل ماذا؟ وبعد، أو من قبل ومن بعد.
لأنك لا تنوي المضاف إليه لفظا أبدا. كذلك حتى مثلا في قوله تعالى: لله الأمر من قبله ومن بعده. إذا الخلاصة، لو كانت جاء بعده مضاف إليه فهما معربان لا مشكلة فيها. لو توجد نية للإضافة لثبوت اللفظ أو عدم ثبوت اللفظ فهنا ممكن تقول قبل وقبل. أما لا تنوي معنى المضاف إليه أصلا فتبنيه ماذا؟ فتبنيه على الضم. طيب ننتقل نكمل المحاضرة السابقة، توقفنا هنا. طيب ونحن نتحدث هنا عن الفعل المضارع، وقلنا أن الفعل المضارع لو كان رباعيا، يعني لو كان ماضيه الفعل المضارع لو كان ماضيه رباعيا يعني من أربعة أحرف، فعند الإتيان بالمضارع يضم حرف المضارعة، مثل دحرج يدحرج، أكرم يكرم، ويفتح في غيره. يعني لو كان الماضي خماسيا أو سداسيا أو ثلاثيا يفتح، نقول ضرب يضرب، انطلق ينطلق، فيفتح حرف المضارعة، استخرج يستخرج. طيب ويسكن آخره مع نون النسوة، يعني أن الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة. قوله تعالى: نحو يتربصن أو إلا أن يعفون، فهنا الفعل المضارع يعفون مبني ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله ماذا؟ بنون النسوة. ويفتح مع نون التوكيد ماذا؟ مع نون التوكيد المباشرة، يعني يفتح مع نون التوكيد ماذا؟ المباشرة، لفظا وتقدير. يعني لو نون التوكيد باشرت الفعل، يعني لا يوجد فاصل بين نون التوكيد والفعل المضارع، ففي هذه الحالة يبنى ماذا؟ الفعل المضارع يبنى ماذا؟ يبنى على الفتح. قوله تعالى: كلا لينبذن، طبعا الأصل ينبذ، ولكن قال ماذا؟ لينبذن. إذن هنا بني ماذا؟ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ويعرب فيما عدا ذلك، ولكن دقيقة واحدة يا إخوة، طيب إذن هنا إذن معنى ذلك أن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة. اتصل بماذا؟ نون النسوة. يعني مثلا، وهناك فرق، مثلا نقول مثلا يعفون، هناك فرق هنا بين يعفون، لو أنا قلت مثلا هناك فرق بين الطالبات يعفون وهنا مثلا الطلاب ماذا؟ يعفون. طبعا هنا يا إخوة الفعل هنا طبعا يعفون مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لأن هذه النون نون ماذا؟ النسوة، بدليل الطالبات. طيب أما الطلاب يعفون، الفعل المضارع هنا ماذا؟ هنا مرفوع بثبوت النون، مرفوع بماذا؟ بثبوت، لأن هذه النون نون الرفع وليست نون النسوة، نون ماذا؟ الرفع. وهذه الواو واو الجماعة، وماذا جاء تعود على ماذا؟ على الطلاب. طيب إذا سأل سائل ما الفرق بين هذه الواو الأولى والواو الثانية في الفعل؟ الواو الأولى هنا تسمى تكون لام الفعل، لأن أصل الفعل يعفو، لام الفعل، لأن وزن الفعل يعفون يفعلون. طيب أما هنا يعفون على وزن ماذا؟ يفعون، ما معذرته؟ أهو يعفون. طيب إذا سأل سائل هنا، طبعا يعفون بواوين. طيب إذا سأل سائل أين ذهبت، طبعا هناك واو، الواو الأولى لام الفعل لأن الوزن الأصل يفعلون. المهم يعفون الواو الأولى لام ماذا؟ لام الفعل. ستلتقي لام الفعل ساكنة مع واو الجماعة. طيب من الأولى بالحذف واو الجماعة لتدل على الجمع، لكي لا يحدث لبث، لكي يدل على الجمع، ف
فتحذف ماذا؟ ستحذف لام الفعل فتصير ماذا؟ يعفون. إذا فعل مضارع هنا مرفوع بثبوت النون، والواو هنا واو الجماعة، واو الفعل محذوفة. طيب نعرف، لابد أن نعرف الفرق بينهما. طيب انتهينا من كلمة إلا أن ماذا؟ أن يعفون. طيب بعد ذلك ننتقل إلى توكيد الفعل. انتهينا من طبعا قلنا أن الفعل المضارع طبعا يبنى على السكون إذا اتصل به النسوة. ننتقل إلى نون التوكيد. طبعا الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، كمثلا فقوله تعالى كلا لينبذن في الحطم، أو مثلا أقول لتكتبن الواجب. إذن الفعل المضارع هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. ولا ننسى أن نون التوكيد متصلة بالفعل المضارع اتصالا مباشرا، لا يوجد فاصل بين نون التوكيد والفعل المضارع. إذن هنا مبني ماذا؟ مبني على الفتح بدليل أن ما قبل نون التوكيد مفتوح. طيب نركز جيد هنا، الفعل المضارع لا يبنى لو كانت النون ليست مباشرة للفعل. انظروا مثلا لأنه قال هنا ماذا؟ انظروا قال ماذا؟ ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا. طيب نحو لا ينبذن ويعرب فيما عدا ذلك، يعني الفعل المضارع وسنعرفنا معنا لفظا أو تقديرا بعد قليل. هنا ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، الفعل المضارع هنا مرفوع، ولا تتبعاني، وهنا لتبلون، وفإما ترين ولا يصدنك. طب ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا إخوة يعرب الفعل المضارع إذا لم تباشره نون التوكيد. كيف؟ لماذا؟ يعني مثلا انظروا مثلا الفعل تتبع، الفعل تتبعان، يعني تتبع نقول مثلا الطالبان يتبعان أو تتبعان بهذه الطريقة تتبعان. طيب الفعل المضارع هنا مرفوع بثبوت ماذا؟ مرفوع بثبوت النون. طيب أنا أريد توكيد هذا الفعل بالنون، الأصل تتبعاني. طيب الفعل المضارع هنا مرفوع عن طرفي ثبوت النون، أنا أريد توكيد الفعل بنون التوكيد، ماذا أفعل؟ سأضع ماذا؟ نون التوكيد المشددة تتبعانن بهذه الطريقة. طيب هنا في القرآن في الآية القرآنية الفعل سبقه أداة جزم، لا إن هي لا تتبعان، فطبعا الفعل المضارع يجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فستحذف هذه النون. ستحذف ماذا؟ ستحذف هذه النون، حذفت. طيب حذفت ماذا؟ حذفت هذه النون. طيب ففي هذه الحالة الفعل المضارع هنا ليس مبنيا رغم اتصاله بنون التوكيد. لماذا؟ لأن نون التوكيد لم تتصل بالفعل اتصالا مباشرا، بل ألف الاثنين فصلت بين الفعل وبين نون التوكيد، فالفعل المضارع هنا مرفوع وهنا معرب وهنا مجزوم، وعلامة جزمه حذف ماذا؟ حذف النون في قوله تعالى ولا تتبعاني. كذلك هنا لتبلون، انظروا مثلا أصل الفعل طب لا، يعني فعل طب لا، طب لا ون، هنا تبلون نا، هذا هو أصل الفعل، لأن أصل الفعل طب لا وبعد ذلك واو الجماعة بعد ذلك نون الرفع، يعني انظروا هذه ألف الفعل، هذه الألف يا إخوة لام الفعل، لأن أصل الفعل يبلى أو تبلى أو يبلي هكذا، ولكن هي تبلى. طيب هنا هذه الألف
لام الفعل. لام الفعل. طيب وهذه الواو واو الجماعة، وهذه النون نون الرفع، وهذه النون ونون مشددة نون توكيد. نون ماذا؟ نون توكيد. طب كيف كتبت تبلون؟ كيف كتبت ماذا؟ تبلون. أولا في اللغة العربية لا يجتمع ثلاثة أمثال، يعني لا يجتمع ثلاثة أحرف من جنس واحد لأن هذا ثقل، فجتمع الثلاث نونات، النون الأولى نون الرفع، والنون الثانية والثالثة نون توكيد مشددة. طيب هنا اجتمع ثلاثة أمثال، ستحذف ماذا؟ ستحذف نون ماذا؟ نون الرفع. طيب هنا حذفت نون الرفع. بعد ذلك الألف لابد أن تحذف بعد واو الجماعة، ألف في الفعل تبلون لا حتى لا يلتقي ساكنا، فتحذف ماذا؟ الألف. وبعد حذف الألف تضم واو الجماعة فتصير ماذا؟ تبلون، تكتب هكذا أو لا تبلون، لا تبلون. طيب الذي أنا أريد أن أوصله، هل هذا فعل مبني أم معرب؟ هذا الفعل معرب وليس مبني. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الواو واو الجماعة فصلت بين الفعل وبين ماذا؟ وبين نون التوكيد، إذا لم تباشره نون ماذا؟ نون التوكيد. طيب وبعد ذلك قال ماذا؟ فإما ترين، ترين. انظروا مثلا، طبعا الفعل ترى هكذا، ترى هكذا. طيب عند إسناده ليا المخاطبة المؤنثة نقول ترى ي، بعد المفترض أن تكسر الألف. المهم نضع ياء المخاطبة المؤنثة، وبعد ذلك نضع ماذا؟ نون الرفع، وبعد ذلك نضع نون التوكيد المشددة. طيب ماذا سيحدث هنا؟ طبعا سيلتقي ثلاثة أمثال، ثلاث نونات، تحذف نون الرفع، تحذف نون الرفع، وتحذف الألف لأنها ستلتقي ساكنة مع ياء المخاطبة، تحذف الألف، وبعد ذلك تكسر ياء المخاطبة ونقول ماذا؟ ترين. طيب إذا سأل هل الفعل هنا مرفوع أم مبني؟ مرفوع. لماذا؟ لأن ياء المخاطبة فصلت بين الفعل وبين ماذا؟ يعني ياء المخاطبة فصلت بين الفعل وبين نون التوكيد وبين نون التوكيد المشدد، فالفعل هنا لم يبنى. كذلك نفس الأمر ولا يصدنك، انظروا مثلا أصلها يا صدون، طبعا الفعل عادي يصدون، بعد ذلك نضع نون التوكيد. هنا ستجتمع ماذا؟ ثلاثة أمثال، تحذف نون ماذا؟ تحذف نون الرفع. طيب بعد حذف نون الرفع هذه الواو ساكنة ستلتقي مع النون الأولى الساكنة، لأن الحرف المشدد بنونين، الأول ساكن والثاني ماذا؟ متحرك، فتحذف واو الجماعة ونضع والضمة، وتظل هذه الضمة على الضاء على 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 الدال دليل على واو الجماعة، فتصبح ماذا؟ يصدنك. أو ولكن هنا لو وضعنا مثلا ولا يصدنك، لو وضعنا لا إن هي التي تجزم الفعل المضارع، فالنون فسيكون الفعل المضارع مجزوم بحذف النون في هذه الحالة، وهذه النون لا تحذف لتوالي الأمثال بل ستحذف للجزم لأن الجزم أولى. طب هنا كذلك أيضا هو لم يطلع. بعد ذلك قال ولكن هناك شيء آخر أريد أن أبينه لكم، لكن هل أعرف هل هو ذكره أم لا؟ طيب كنا أن الفعل المضارع مثلا، الفعل المضارع لو اتصلت به نون التوكيد لا يبنى لو فصل بين نون التوكيد واو الجماعة، مثل قوله مثلا تبلون، أو ألف الاثنين مثل ولا تتبعاني، أو ياء المخاطبة مثل ماذا؟
مثل فإما ترين. ممكن يا إخوة أن الفعل ممكن يا الفعل المضارع تتصل به نون التوكيد المباشرة، يعني تتصل به نون التوكيد لكن لا تباشره. لماذا؟ لأن واو الجماعة المحذوفة فاصلت بينها. بمعنى يعني أنا أقول مثلا يصد مثلا، لا يعني الفعل مثلا تنصروا، طبعا الفعل هنا مرفوع برفعي ثبوت النون. طب أنا أريد أن أؤكد هذا الفعل، أقول تنصرنا بنون التوكيد. طيب ماذا سيحدث هنا؟ اجتمع ثلاثة أمثال، نون ونون ونون. طب تحذف هذه النون، حذفت هذه النون. بعد ذلك ستلتقي هذه الواو، هذه الواو ستلتقي مع النون الأولى الساكنة، سيلتقي ساكنة، تحذف هذه الواو ويكتب الفعل هكذا تن صرنا بهذه الطريقة. طب هل الفعل هنا في هذه الحالة معرب أم مبني؟ لا، هو معرب. لماذا؟ لأن الواو المحذوفة أصلا فصلت بين الفعل ونون التوكيد، إذا لم تباشره نون التوكيد فلا يبنى. طيب الخلاصة سأسهل عليكم الأمر، لو وجدت قبل نون التوكيد، لو وجدت قبل نون التوكيد المشدد الحرف الذي قبلها مفتوح مثل لتكتبن مثلا، لتكتبن مفتوح يعني الباب مفتوحة، إذن هو ماذا؟ مبني على الفتح. طيب لو وجدت مثلا ما قبلها مضموم لتكتبن، إذن هو مغرب والواو الجماعة محذوفة بدليل الضمة. أو لتكتبن مكسور ما قبل نون التوكيد، معنى ذلك أن هي المخاطبة فصلت بينهما، هي المخاطبة المحذوفة فصلت بينهما والدليل الكسرة. أو لتكتبني الذي فصل بينهما ماذا؟ ألف الاثنين. طيب إذن هنا الخلاصة، إذ لو كان ما قبل نون التوكيد مفتوحا فهو مبني، فالفعل مضارع مبني. إن لم يكن ما قبل نون التوكيد مفتوحا أو ما قبل نون التوكيد واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو حركة غير الكسر أو حركة غير الفتحة فهو معرب. طيب ننتقل بعد ذلك، قال بعد ذلك ولما فرغتم من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، طبعا بيان هذا وبيان انقسام المبني إلى مكسور، وكنا يعني أن البناء ما يبنى على الكسر ويبنى على الفتح ويبنى على الضم، وهنا وموقوف يعني مبني على السكون. وشرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر، وتحدثنا عن هذا أمس. وذكرت لكل واحد منهما علامة الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب، تحدثنا عن هذا طبعا. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامة الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، فقام وقعد، تقول قامت وقعدت، إذن هنا الدليل على أن هذا فعل ماضي قبوله ماذا؟ قبوله تاء التأنيث الساكنة. وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح، يعني في الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، حتى بعض العلماء قالوا أنه لا يبنى إلا على الفتح فقط. المهم يعني أنه في الأصل يبنى على الفتح، وقد يخرج عن ذلك ويبنى على الضم ولو اتصلت به ماذا؟ واو الجماعة ككتبوا. طيب أو قاموا أو قعدوا، وممكن يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع مثل قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، هذه ضمائر الرفع يبنى طبعا على السكون، يعني أقول مثلا قمت وقعدت وقمنا وقعدنا وقمنا وقعدنا. طيب ونلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات، أن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، ويبنى على السكون إذا اتصلت به ماذا؟ تاء المتحركة أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. طيب ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أنه الأصح فعليته، يعني هو يقول أن هناك بعض الأفعال فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قالوا أنها اسم والبعض قالوا أنها فعل أنها حرف،
فهو يقول أنا لا، أنا نصصت ووضحت أن هذه الأفعال هي أفعال، الراجح أنها أفعال، زي مثلا مثل نعمة وبئس وعسى وليس، فيها خلاف بين العلماء. فانظروا مثلا نعمة وبئس، الفراء وجماعة من الكوفيين قالوا أنهما اسمان نعمة وبئس. طب ما الدليل؟ استدلوا على ذلك بدخول حرف الجر، قالوا أنها اسم لأنها يدخل عليها علامة من علامات الاسم وهي حرف الجر. فقالوا أن العرب قالوا وقد بشر ببنت والله ما هي بنعمة، بالباء حرف جر دخلت ماذا عليها الباء. هذا طبعا هذا رأي الفراء وجماعة من الكوفيين أنهم يقولون أن نعمة وبئس ماذا؟ اسمان. هنا وقول آخر وقد وقال بعض العرب أيضا سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس، نظر على حرف جر دخل ماذا على الفعل بئس. هذا رأي طبعا، طبعا في الراجح أن نعم وبئس طبعا فعلان، ولكن هنا هو يذكر رأي من قال أنهما اسمان طبعا. وكذلك ليس طبعا أصلا أنها فعل، ولكن ذهب الفارسي في الحلبيات أنها ماذا؟ أنها حرف نفي بمنزلة ماء النافية، يعني هي ماء النافية حرف وأن ليس مثلها، وتبعه من؟ أبو بكر. وطبعا الراجح أنها ماذا؟ أنها فعل. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجي بمنزلة العل، يعني لأن العل حرف ترجي، فقالوا أن عسى أيضا حرف ترجي. والصحيح صحيح أن الأربعة أفعال، وطبعا هذا هو الراجح. طب ما الدليل؟ بدليل اتصال تاء، لأن تاء التأنيث من علامات الفعل الماضي، بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، اتصلت تاء التأنيث بنعمة، فمعنى ذلك أنها فعل، هذا دليل على أنها فعل اتصال، لأن الفعل تتصل به تاء التأنيث الساكنة. طيب وكذلك أيضا يقولون ونعمة الرخصة الوضوء، وتقول بئسة المرأة، وكذلك أيضا وعست هند، إذا معنى ذلك أنها فعال عست دخلت عليها تاء التأنيث. طيب طب إذا سأل سائل تم الدليل الكوفيون قالوا أنها اسم لأنها تدخل عليها علامة من علامات الاسم وهو حرف الجر، وأنت قلت أنها فعل لأنها دخل عليها علامة من علامات الفعل. طيب ماذا نفعل؟ أن ما استدل به الكوفيون على، يعني مثلا قالوا ما هي بنعم الولد، يعني هم قالوا مثلا هم قالوا ماذا؟ ما هي بنعم الولد، فقالوا هنا أن الباء دخلت عليها، هذا دليل على أنها اسم لأن الباء حرف جر يدخل على الاسم، مع ذلك أن نعمة اسم. نرد عليهم ونقول، أو هو يرد عليهم ويقول لا، بل هنا الاسم المجرور محذوف أو الصفة والموصوف محذوف، والتقدير ما هي مثلا مقول فيه، يعني هنا نقول مثلا أهو وما استدل به الكوفيون مؤول على حذف الموصوف وصفة وإقامة معمول الصفة مقامه، والتقدير ما هي بولد مقول فيه، ما هي بولد ماذا؟ يعني تقدير الكلام ما هي بنعم الولد، تقدير الكلام ما هي بولد مقول فيه. إذا معنى ذلك أن الباء لم تدخل ماذا؟ لم تدخل على الفعل، ولكن دخلت على ماذا؟ على كلام محذوف أو على صفة وموصوف، لأن التقدير كان ما هي بولد مقول فيه، طبعا مقول فيه الصفة والموصوف ولد. المهم الخلاصة أن الباء لم تدخل على الفعل، بل دخلت على ماذا؟ بل دخلت على صفة أو دخلت على موصوف وصفة، لأن طبعا الموصوف هنا ولد، لأن تقدير الكلام ما هي بولد مقول فيه، طبعا الصفة الولد صفة، عفوا الولد موصوف، وصفته بأنه ماذا؟ مقول فيه، نعم الولد. طيب
إذن هنا كذلك نفس الأمر، وقال نعم ونعم السيء على عير مأكول فيه. هو هذا المثال، انظروا أين ذهب هذا المثال، استدل به أيضا الكوفيين. نعم السيء، فالكوفيين قالوا أن بئس أيضا اسم بدليل نعم السير على بئس العير. تقدير هنا ماذا؟ على عير، على تقدير كام؟ على عير مقول فيه. فما فهنا أن على دخلت على ماذا؟ على الموصوف وعلى الصفة، ولم تدخل على ماذا؟ على الفعل، لكنهما ماذا؟ محذوفان. المهم الخلاصة والصحيح أنا نعمة وبئسة وعسى وليس ماذا أفعل. ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه، طبعا ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطب. إذا معنى ذلك يا إخوة أن فعل الأمر لابد، أو لكي تحكم على كلمة أنها فعل أمر لابد أن تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة، وليس واحد من الاثنين، لا، لابد أن تقبل ماذا؟ أن تقبل العلامتين، الدلالة على الطلب وماذا؟ وقبول ياء المخاطبة المؤنثة. فمثلا كلمة قم دل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، فتقول ماذا؟ قومي، أو كل وقولي، أو اقعد، تقول ماذا؟ اقعدي. فاقعدي الفعل هنا اقعد دل على الطلب، ويقبل ياء المخاطبة بدليل أنك تقول اقعدي، واذهب واذهبي، فقول قولي تعالى وكلي واشربي وقري عين. إذا معنى ذلك لابد من فعل الأمر، أو لابد أن يقبل فعلا أن يكون أن يدل على الطلب ويقبل ماذا؟ ياء المخاطبة. طيب انظروا هنا، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة مثل كلمة صه، فهي ماذا؟ اسم فعل وليست فعل، هي اسم فعل أمر. لماذا؟ لأن كلمة صه دلت على طلب بمعنى أسكت، أنا أطلب منه أن يصمت، لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، فالعرب لم يقولوا صهي أبدا. وكلمة مه نفس الأمر بمعنى أكفف يعني، أو العكس، أو ممكن كلمة تقبل ياء المخاطبة لكنها لا تدل على طلب، كالفعل المضارع تقومين، هو يقبل ياء المخاطبة المؤنث لكنه لا يدل على طلب. إذن معنى ذلك هو ليس فعل أمر بل هو فعل مضارع. وكلمة تأكلين، تأكلين فعل مضارع وليس فعل أمر، يعني أصل أن ممكن شخص يقول لي طب ما أنت قلت أن من علامات فعل الأمر أنه يقبل ياء المخاطبة، طب ما الفعل المضارع أيضا يقبل ياء المخاطبة، سأقول له لكنه لا يدل على طلب، لأننا قلنا أن فعل الأمر لابد أن يقبل ماذا؟ ياء المخاطبة وأن يدل على طلب، طبعا لم يكن فعل أمر. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. إذا معنى نحن قلنا أن الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، والأصل في الفعل الماضي أنه مبنى على الفتح، والأصل في فعل الأمر أنه مبنى على السكون. طبعا الأصل أنه مبنى على السكون كيضرب ويذهب، ويبنى أيضا على حذف آخر، يعني حذف حرف العلة إذا كان معتل مثل أغزو وورمي وخشى إلى آخره، وقد يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة. تقول مثلا قومي، يعني مثلا قوموا فعل أمر مبني على حذف النون، وقومي فعل أمر مبني على حذف النون، وقوموا أو عفوا وقوما أيضا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله ماذا؟ لاتصاله بألف الاثنين. فهذه ثلاثة أحوال للأمر.
ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو على ثلاثة أقسام. يعني نفس الأمر، هو يقول أن بعض العرب اختلفوا في بعض الكلمات، هل هي فعل أم اسم فعل؟ أيضا هو يوضح هذا وينبه على هذا فيقول هلما وهاتي وتعالى، هذه الكلمات مختلف فيها. طبعا الراجح أنها أفعال، لكن هو سيذكر الخلاف. قال فأما هلما فاختلف فيها العرب أو فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداهما أنها تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها، يعني مثلا لا تتصل بها الضمائر، يعني نقول للمفرد يا هلما يا زيد، وللمثنى هلما يا زيدان، وللجمع هلما يا زيدون. معنى ذلك أنها اسم فعل، معنى ذلك أنها ماذا؟ اسم فعل. طيب وهلما يا هند وهلما يا هندان، إذن هنا لغة أهل الحجاز. إذن هنا يا إخوة أنا قلت الراجح أنها ماذا؟ الراجح في هلما أنها في رأيي أنها اسم فعل. طيب وهذه لغة أهل الحجاز وبها أنزل القرآن أو جاء القرآن، لأنهم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، كل هلما شهداءكم. طيب إذا سأل سائل ما الدليل أو كيف عرفت أنها اسم فعل؟ لأن اسم الفعل لا يقبل الضمائر، هي أيضا لا تقبل الضمائر. فنقول مثلا، يعني نقول للمفرد صه يا زيد، ونقول للجمع صه يا زيدون، لا مشكلة. المهم طبعا لغة أهل الحجاز أنها ماذا؟ أنها اسم فعل. طيب هذه اللغة الأولى. طيب اللغة الثانية أنها تلحقها الضمائر، إذن في هذه الحالة هي فعل، إذن تلحقها الضمائر البارزة. فتقول مثلا هلم يا زيد، وهلم بالألف يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهنا وهلمنا يا طالبات طبعا بالفتح، وهي لغة من؟ بني تميم، وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على ماذا؟ على الطلب، وأنها تقبل ياء المخاطب. إذا معنى ذلك هلم فيها رأيان أو فيها لغتان تستعمل في لغة الحجازيين اسم فعل لا تقبل الضمائر، وفي لغة بني تميم أنها تستعمل ماذا؟ تستعمل فعل وتقبل الضمائر. طيب وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة ومتعدية، يعني لازمة ومتعدية، يعني يأتي بعدها فعل مفعول وقد لا يأتي مفعول. طيب انتهينا من ماذا؟ من هلم استعمل فعل واسم فعل. طيب أما هاتي وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في ماذا؟ في أسماء الأفعال، والصواب يعني الصحيح يعني أنهما فعل أمر. يعني بعض النحويين قالوا أن هات وتعال ماذا؟ وتعالى ماذا؟ اسم فعل، ولكن الصحيح أنهما ماذا؟ فعل أمر، بدليل أنهما دلان على الطلب، يعني يدلان على الطلب. فأقول هاتي أو تعالي يدل على الطلب، ويقبلان ياء المخاطبة، فتقول هاتي وتعالي وتعالي. إذن هذا هو الصواب أنه ماذا؟ فعل أمر. طيب واعلم أن هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة المذكرين، يعني هاتي يا إخوة فعل معتل الآخر بالياء، فهنا لو كان للمفرد تقول هاتي، طبعا هنا طبعا مبني على حذف حرف العلة لأنه فعل أمر. طيب ويبنى على حذف النون طبعا إذا كان لجماعة المذكرين، فتقول مثلا هاتي يا زيد، إذن هنا مبني على حذف لأنه فعل أمر، فمبني على حذف حرف العلة. وهاتي يا هند مبني على حذف النون، وهاتي يا زيدان مبني على حذف النون، وكذلك أيضا هاتينا يا هندات طبعا مبني على السكون للصليب نون النسوة. طيب هنا نلاحظ يا إخوة شيء لكي لا أنسى، أن هات التاء مكسورة دائما، وتعال اللام مفتوحة دائما،
يعني بطريقة، هو يقول أن هاتي تلزم الكسر دائما وتعالى تلزم الكسر دائما، سواء قلنا مثلا هاتي يا زيد ستقول هاتي يا زيد هكذا، ولو قلت يعني هكذا، يعني مثلا انظروا هنا مثلا وتقول هاتي يا هند وهاتي يا زيدان، وتقول مثلا هنا وهاتينا، نلاحظ أن التاء دائما مكسورة، التاء ماذا؟ مكسورة، ما عدا لو اتصل به واو الجماعة فتضم التاء، لأن واو الجماعة لابد أن يضم ما قبلها. إذن الخلاصة هو يقول أن هاتي تلزم كسر التاء، فتقول هاتي يا هند وهاتية مثلا إلى آخره. إذن هنا نلاحظ حتى عند اتصال بضم نقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان أو وهاتينا يا هندات، نلاحظ تلزم الكسر، انظروا كل ذلك بكسر التاء، تلزم كسر التاء، وتقول هاتوا طبعا عند واو الجماعة، وجاءت في القرآن هاتوا لأن واو الجماعة لا تقبل الكسر ما قبلها. طيب نفس الأمر في تعالى، اللام لازمة للفتح، اللام دائما مفتوحة، فتكون مثلا تعالى يا زيد أو تعالي يا هند أو تعاليان، إذن تلزم الفتح أهو، وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء، فتقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعالي يا زيدان وتعالوا حتى عند اتصال بواو الجماعة. طيب خلاصة الأمر أن هذه التاء مفتوحة دائما سواء اتصلت بالضمائر أم لم تتصل بالضمائر، ما عدا عند اتصالها بواو الجماعة، لأن واو الجماعة لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الكسر. طيب إذن هنا مكسورة دائما ما عدا عند اتصالها بواو الجماعة، وتعالى دائما سواء اتصلت بالضمائر أم لم تتصل بالضمائر اللام مفتوحة دائما. طبعا هذا الحكم خاص بهاتي وتعالى فقط. طيب ووجعت في القرآن فتعالينا ومتعكنا، انظروا أتت بماذا؟ بفتح اللام، وفي القرآن أيضا تقريبا أتت ولكن لا تذكر الآية، المهم أتت في القرآن فتعالينا، لذلك لحنوا يعني بعض يعني لو شاعر قال أو شاعر قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فالعرب لحنوا بكسر اللام لأن العرب لم ينطقوا بهذا، فلحنوا من قال هذا، من قال تعالي بكسر اللام فقالوا هذا لحن خطأ. طيب ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه، طبعا هنا ثلثت بالمضارع يعني أتيت بالمضارع ثالثا ثالث الأفعال، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم، يعني من علامات الفعل المضارع أنه يقبل لم، قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذكرت أنه لابد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيته، يعني الفعل المضارع يبدأ بحرف من حروف نأيته وهي النون والألف والياء والتاء، تقول نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه أحرف ماذا؟ أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا لأعرف بها الفعل المضارع، يعني هو يقول أنا ذكرت أن الفعل المضارع يبدأ بحرف من حروف نأيته تسهيلا فقط، وليس هذا الشيء علامة من علامات الفعل المضارع أنه يبدأ بحروف من كلمة نأيته، ليس علامة. لماذا؟ لأن توجد بعض الأفعال الماضية تبدأ بحروف نأيته، يعني مثلا كلمة أكرمت بدأ بالألف، وكلمة مثلا تعلمت فعل ماضي بدأ بالتاء، يعني هو يقول ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا، يعني ليس من علامات الفعل المضارع أنه يبدأ بنأيته بحرف من حروف أنيته أو نأيته. لماذا؟ لأن بعض الأفعال الماضية تبدأ بهذه الأحرف، ولكن هو يذكر هذا تسهيلا فقط، لأننا
أو لأن وجدناها تدخل، يعني حروف نأيت تدخل في أول الماضي، فعل الماضي، تقول أكرمت وتعلمت ونرجست. طيب، وإنما العمدة في تعريف المضارع، يعني الأصل في علامات الفعل المضارع هو ماذا؟ دخول لم فقط. إذن معنى ذلك أن الفعل ليس من علامات الفعل المضارع أن يدخل عليه حرف من حروف نأيته، بل هذا فقط يعني تسهيل وتعريف فقط. طيب، وإنما ومعنى العمدة عن الأصل. إذن الأصل في علامة الفعل المضارع أنه يقبل ماذا؟ لم، لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. طيب، ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين. حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. طيب، نبدأ بالحكم ماذا؟ يعني حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. نبدأ باعتبار ماذا؟ أوله. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح، يضم تارة ويفتح يفتح أخرى. وأنا شرحت هذا أمس، فقلت أن الفعل المضارع لو كان ماضيه من 4 أحرف، سواء كانت أصولا كدحرجة أو مزيدة كأكرم، فهو ماذا؟ يضم حرف المضارعة، فنقول دحرجة يدحرج، أكرم يكرم. أما غير ذلك فالفعل المضارع ماذا؟ حرف المضارع فيه يفتح، انظروا أهو، فيضم إن كان الماضي 4 أحرف، سواء كانت كلها أصول، يعني 4 أحرف أصول الكلمة نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائد ككلمة أكرم، يعني كلمة أكرم من 4 أحرف الهمزة زائد، لا مشكلة في هذا الأمر، فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله ماذا؟ كرما. ويفتح إن كان الماضي أقل من 4 أو أكثر منها، يعني لو كان الفعل الماضي أقل من 4 أحرف أو أكثر من 4 أحرف فيفتح حرف المضارعة، وشرحت هذا أمس، كضرب يضرب وذهب يذهب ونصر ماذا؟ ونصر ينصر. طيب، ودخل يدخل، والثاني نحو ماذا؟ طيب، إذا سأل سائل لماذا ذكر مثلا، قال انظروا مثلا، لماذا لو سأل سائل لماذا قال ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل؟ لماذا؟ ليبين لك أن الفعل الثلاثي يأتي مضارعه على يفعل بفتح العين أو يفعل بكسر العين أو يفعل بضم العين. أنا يعني يقصد، يعني هو يبين لك، يقول لك أن الفعل الماضي الثلاثي إما أن يأتي على يفعل أو يفعل أو يفعل، يعني نصر كنصر ينصر مثلا، أو ضرب يضرب أو هكذا. طيب، هنا كذلك، أو ذهب يذهب، أو ذهب يذهب على وزن يفعل، على وزن ماذا؟ يفعل. طيب، الخلاصة ونلاحظ هنا، ويقول لك أن الفعل الثلاثي مضارعه يفتح حرف المضارعة دائما، فنقول يفعل يفعل يفعل، ولكن التغيير يطرأ على ما قبل آخر المضارع فيه إما فتح وكسر أو ضم، يفعل يفعل يفعل. طيب، ويقول لك أيضا أن الفعل لو كان خماسي أو سداسي فإن حرف المضارعة يفتح، تقول انطلق، تقول ماذا؟ يا ينطلق ويكسر ما قبل الآخر. واستغفر، هنا سداس، تقول يستغفر. إذن هنا يقول لك أن الفعل الخماسي والسداسي يفتح حرف المضارعة فيه ويكسر ما قبل الآخر، فتقول انطلق ينطلق، واستغفر يستغفر. طيب، انتهينا من حكم المضارع
باعتبار ماذا؟ باعتبار أوله. طيب، وأما حكمه باعتبار يا أخي فإنه يبنى على السكون، وتحدثنا عن هذا، إذا اتصل به النسوة، ويبنى ماذا؟ ويبنى على الفتح، وطارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات، يعني هو يقول أن الفعل له، كل فعل مثلا له ثلاث حالات. لو ما ثلاث حالات، يعني مثلا فعل الماضي يبنى على الفتح والضم والسكون، والأمر يبنى على السكون ويجزم بحذف حرف العلة، ويجزم بحذف ماذا؟ بحذف النون. يعني كل فعل له ثلاث حالات. طيب، وكذلك الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم هكذا. طيب، وأما بناؤه على السكون، يعني بناء الفعل على السكون، فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، يعني نون النسوة. فتقول مثلا النسوة يقمن والوالدات يرضعن، إذا فعل مضارع مبنى على السكون. والمطلقات يتربصن إلا أن يعفون. طبعا إذا سأل سائل لماذا لم، هنا الفعل المضارع سبق بأداة نصب، لماذا لم تحذف النون؟ سأقول له هذا ليس من الأفعال الخمسة، لأن هذه الواو ليست واو الجماعة، بل هي لام الفعل، لأن أصل الفعل يعفو، دخلت عليه نون النسوة فكنا يعفون. إذا معنى ذلك الفعل المضارع مبني في محل نصب، لأن الواو، انظروا، لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو. عفا ماذا؟ عفا يعفو. والفعل مبني على السكون لاتصاله طبعا بنون النسوة، ونون النسوة هي الفاعل. هي ماذا؟ هي الفاعل. انظروا مثلا، والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات، ووزنه ماذا؟ يفعلنا كيعفونا. وفي قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو واو الضمير. يعني أنا قلت الخلاصة، سأكررها مرة أخرى. انظر مثلا الفرق، يعني مثلا هنا كنا يعفون، هو يقول أن يعفون لو كانت للنسوة، للنساء، معنى ذلك أن هذه النون ستكون من نون النسوة، وتكون هي الفاعل. هي ماذا؟ هي الفاعل. طيب، لو كان يعفون للرجال، الرجال يعفون، إذا معنى ذلك هذه النون تسمى، ستكون نون الرفع، وهذه الواو تسمى واو الجماعة. واو ماذا؟ واو الجماعة. كذلك نفس الأمر، يدعون، نفس الأمر، يعني مثلا تقول يدعون، ما إعراب يدعون؟ ننظر إلى ما قبلها، هل هي للنساء أم للرجال؟ أم للنسوة؟ لو قلت الرجال، إذن الأمر يختلف، إذن الفعل المضارع هنا مرفوع بثبوت النون، إذن هذه النون حرف إعراب، حرف ماذا؟ حرف إعراب، تمام؟ وهذه الواو تسمى ماذا؟ تسمى واو الجماعة، وهي الفاعل، وهي ماذا؟ هي الفاعل. طب لو قلت الطالبات يعفون، أنت تقول الطالبات، إذا معنى ذلك أن هذه النون هي الفاعل، نون النسوة. طيب، وهذه الواو ليست واو الجماعة، بل هي لام الفعل، لأن أصل الفعل يعفو، واو الفعل. طيب، هناك دليل آخر، في الرجال يدعون، لو وضعت هنا أداة نصب وقلت لن يعفو أو أداة جزم، في هذه الحالة ستحذف النون وتضع الألف الفارقة، وتقول الرجال لم يدعوا والنساء لم يدعوا. طيب، أما لو وضعت هنا، لو هنا نون النسوة في هذا المثال، وضعت أداة نصب أو أداة جزم لم أو لن، ستظل النون موجودة، لأن الفعل هنا في هذه الحالة مبني على السكون، إما أن يكون في محل نصب لو اتصل بأداة نصب، أو في محل جزم لو اتصل بأداة جزم. طيب، وهذا هو ملخص الذي أنا هو يقول إلا أن يعفون، لأن الواو أصلية، إذا معنى ذلك الفعل هنا مبني على ماذا؟ على الفتح لاتصاله بنون ماذا؟ بنون النسوة.
وهي واو ماذا عفا يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله ماذا بنون النسوة، والنون في هذه الحالة فاعل تعود على المطلقات إلا أن يعفون يعني. طب الوزن، وزنه يفعلن، ماذا يفعلن وليس ماذا يفعون. أما في قولك الرجال يعفون، إذن الفعل وزنه ماذا يفعون، لأن اللام محذوفة، لأن تلك الواو الموجودة ليست لام الضمير، عفوا ليست لام الفعل، بل هي واو الجماعة للمذكر. كما تقول يقومون، تقول أيضا كما تقول يقومون، الواو هنا واو جماعة. طيب واو الفعل حذفت في الفعل يعفو للاتصال، لأن واو الفعل ستلتقي ساكنة مع واو الجماعة. طب من الذي يبقى، واو الفعل أم واو الجماعة؟ لا، واو الجماعة. لماذا؟ لتدل على جمع الذكور أو جمع الرجال. والنون طبعا علامة رفع. كذلك قولي إلا أن يعفو. طب في هذه الحالة حتى إن لم يوجد دليل، لو قلت إلا أن يعفو معنى ذلك أن هذه الواو واو الجماعة وليست واو فعل أبدا، لأننا لو لأن لماذا؟ لأن الفعل هنا ليس مبني، بل هو منصوب بحذف ماذا؟ منصوب بحذف النون. وأما طبعا نحن شرحنا هذا، وأما بناؤه على الفتح يعني الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ماذا؟ نون التوكيد المباشرة. طيب هنا وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا. ما معنى لفظا وما معنى تقديرا؟ يعني لفظا الذي أنا ذكرته، يعني يوجد فاصل موجود في اللفظ كواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة المؤنثة، يوجد فاصل بينهم. طيب هنا أو تقديرا يعني واو الجماعة محذوفة مثلا. المهم كقولك كلا لينبذن، هل الفعل ينبذن هنا مبني أم معرب؟ لا، مبني على الفتح بدليل فتح ما قبل من التوكيد. لماذا؟ لأنه لا يوجد فاصل بين الفعل ونون التوكيد. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله لماذا هو قال نون التوكيد المباشرة التي تباشر فيها؟ لأن نون التوكيد إن لم تباشر الفعل بأن فصل بينها وبين الفعل المضارع، فالفعل المضارع هنا ماذا؟ يكون معرب لا مبني، يعني يكون معربا لا مبنيا. انظروا كقوله تعالى ولا تتبعاني، انظروا هنا أصل الفعل تتبعانينا، الفعل مجزوم بحذف النون هنا، والفعل هنا معرب وليس مبني، وشرحته في بداية المحاضرة. هنا الفعل هنا معرب، لماذا؟ لأن ألف الاثنين فصلت بين نون التوكيد والفعل، فالفعل أصلا هنا مجزوم بحذف النون، طبعا مجزوم بلا النهي. وكقوله تعالى لتبلون، لتبلون الفعل هنا تبلون هنا معرب وليس مبني، لماذا؟ لأن واو الجماعة لتبلو، واو الجماعة فصلت بين الفعل المضارع ونون التوكيد، فالفعل هنا ماذا؟ طبعا مرفوع بماذا؟ بثبوت النون المحذوفة وليس مبني. كذلك فإما ترين، طبعا نون التوكيد موجود، ولكن هنا ياء المخاطبة فصلت بين الفعل ونون التوكيد، فهنا الفعل هنا مرفوع بثبوت النون المحذوفة، فهنا وليس مبني، لأن ياء المخاطبة فصلت بين الفعل ونون التوكيد المباشرة. حتى هو يقول انظر فإن الألف في الأول يعني في تتبعان فصلت، والواو في الثاني في قوله لتبلون فصلت، والياء في الثالث يقصد في ترين الياء فصلة بين الفعل والنون، فهو معرب لا مبني. وكذلك لو كان الفاصل مقدر كقوله لا يصدنك، ما معنى الفاصل مقدر؟ يعني وأنا قلتها سابقا أصلها لا، أصلها يصدنن أو يصدوننك. طيب ماذا سيحدث؟ الفعل هنا سبقته أداة جزم، فهذه النون تحذف لأن فعل مضارع مجزوم بحذف ماذا؟
مجزوم بحذف النون. طيب يصد. طيب واو الجماعة ساكنة، ستلتقي مع النون الأولى الساكنة في نون التوكيد، سيلتقي ساكنان تحذف واو الجماعة، فيصبح الفعل ماذا؟ يصدنك بهذه لا أو ولا يصدنك. طيب هل الفعل هنا مبني أم معرب؟ لا، هنا معرب وليس مبني. طب أين الفاصل؟ الواو المحذوفة. هذا معنى كلامه كذلك لو كان الفاصل مقدر، يعني الواو فاصلة لكنها محذوفة فمقدرة كأنها موجودة، وكذا لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا. إذن الفعل هنا أيضا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طب أين الفاعل؟ واو الجماعة المحذوفة وهي فصلت بين الفعل ونون التوكيد. طيب كذلك قولي لتسمعن، لتسمعن. طب إذا سأل سأل كيف نعرف أنه يوجد واو جماعة محذوفة؟ كيف نعرف؟ سيقول له ستجد ما قبل نون التوكيد مضمون، فتعرف أن واو الجماعة هنا محذوف. بمعنى يعني انظروا مثلا لا تسمعن، انظروا لا تسمعن، الفعل هنا ماذا؟ معرب وليس مبني. بدليل ماذا؟ بدليل أن ما قبل نون التوكيد مضمون، معنى ذلك أنه توجد واو جماعة محذوفة، لأن أصل الفعل أصله لا تسمعونن، أصله لا تسمعون، نضع نون التوكيد تسمعونن. ماذا سيحدث؟ تحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، لتوالي ثلاث نونات، لأن العرب لا تجمع بين ثلاث نونات، النون الأولى نون الرفع، والنون الساكنة نون الساكنة، نون التوكيد، عفوا نون الثانية، نون التوكيد بنونين. المهم حذفت نون الرفع وتحذف واو الجماعة لأنها ستلتقي ساكنة مع النون التوكيد الأولى، لأن الحرف المشدد بنونين، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة، فتصبح ماذا؟ تسمعن. إذن الفاصل مقدر. طيب ممكن، طب إذا سأل سائل ممكن تكون ياء المخاطبة محذوفة؟ نعم محذوفة، يعني مثلا كلمة لتسمعن ما قبل نون التوكيد مكسور، هذا دليل على أن ياء المخاطبة المحذوفة، أصلها لتسمعين، طب لتسمعينن. مثل ما سبق اجتمع ثلاث نونات تحذف هذه النون، ستلتقي ياء المخاطبة ساكنة مع نون التوكيد ماذا؟ الأولى، تحذف ياء المخاطبة وتظل العين مكسورة دلالة على ياء المخاطبة المحذوف، فنقول لتسمعن. إذن هنا الفاصل مقدر والفاصل مقدر، الفاصل الأول واو الجماعة، الفاصل الثاني ياء المخاطبة المؤنثة، والدليل ضم ما قبل واو الجماعة المحذوفة وكسر ما قبل ياء المخاطبة ماذا؟ المحذوفة. طيب وكل هذا شرحناه. طيب نتوقف، هنا يا اخوان، نتوقف هنا. طيب هل يوجد سؤال يا اخوان؟ لو يوجد سؤال عند احد منكم فليطلب التحدث وانا ساسمح له.